الدربشية مع مختار الدربشية وأهل المنطقة. منطقة سموها الشيشان. فهي منطقة سووها شوارع من غادي وهنا عافوها. وصار شهر مي شهرين مي معدوم. يا بيش قطعت مهندس يا والله جاني كتاب من بغداد أمر انسحاب. وعافوا الشوارع أيوة طين مالها وعافوا مي مقطوع العالم والعالم متبهدلة. ماكو هاي منا وعافوها هاي منين عافوها هاي كلهم عافوها عافوها. يا بيش عفتوها يقول من جد الهندسي من بغداد. كلها مي ما عدا شو الى مي كانوا بالبدايه يشتغلون جابوا الاليات وقام يشتغلون الشوارع تقريبا 10 15 يوم توقفوا شنو السالفه قال جان امر من بغداد توقفون راجعنا البلديه وراجعنا المحافظه قال امر من بغداد توقفوا توقفوا شنو الخلش عندهم ما نعرف جم يعني ضحك عليه شوارعنا وقطعوا لنا المي من غاد هذاك والرئيسي زين نحن سعلام مي تقريبا نحن هالفرع فرعين ثلاثة أربعة خمسة فروع هاي صار لنا تقريبا شهر فوق شهرين ما عدنا مي اي نعم سحب آليات وطلع واني هسه من يجينا المطار اني اول الناس اغرق ناشدنا السيد رئيس الوزراء والجهد الهندسي ببغداد وطالبناهم وبزعنا وهذا المي ترى كله مكسور يجري بالقعان كسروا البوارين وراحوا وخلونا بهذا الوضع لا سوينا الشوارع ولا سوينا المي وخلونا هاي شوف الصوندات مكسره ونشكل بالبواري القديمه ونسحب مي وهذا وضعنا كسروا البواري مشوا هاي العوائل شوف كلها عطشانه شوف وين يمشون بلو حاله هاي شوف هاي الوضع شوفهم